اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فوت جول، معاكم محمد اسامه. والنهارده هنلعب فيفا. بقالنا شويه حلوين ما لعبناش وما شفتوش الفريق حصل فيه ايه والكلام ده. لعبت بس شويه كده بسيطه اوف لاين وما كانش في وقت ان احنا نسجل حلقه، زائد تعبت شويه والدنيا كده يعني. الخلاصه يعني ان مفيش تغييرات كتير في الفريق، بس يعني جبنا ماني وجبنا شويه لعيبه كده ممكن نبص عليها وممكن يساعدونا، وعلى شافة يعني ان احنا نشتري صلاح. فيلا نشوف الفريق عامل ايه ونبدا نلعب تصفيات الفوت الجديد. زي ما شفنا بقى احنا عندنا اوباميانج زي ما هو ثابت لا يتزحزح من مكانه، وعملنا رياض محرز طبعا اعتقد ان انتم شفتوه، واشترينا ساديو ماني فخر افريقيا الثاني، وكمان جبنا سعيد بن رحمه نزل له كارت كده جامد، يعني الناس بتقول عليه جامد ما جربناهوش كتير بس هنشوف، وجبنا الحاج اونياكا جامد جدا صرفنا عليه 70,000 يعني مبلغ بقى فاهم صرفنا، وكان عندنا مشكله في الباك ليفت فجبنا كورني ب 80,000. الاثنين دول يجيبوا لنا صلاح، بس احنا قررنا ان احنا نصرف بقى على الخط النص والدفاع، وصلاح كده كده جاي يعني مش هنختلف. وجبنا حكيمي، بعنا عطال وشرينا حكيمي ب 40,000. عمالين نصرف يا جماعه، الفلوس اللي معانا كلها خلاص. الدفاع بقى هو اللي فيه مشكله زي ما هو، عندنا ديالو يعني ديالو ده ما عنديش حل غيره بصراحه، هيظبط الكيمستري واحسن من ايك باي واحسن من نابي كي من اسمه ايه بتاع الكاميرون ده اسمه ايه، المهم يعني احسن منهم. وفي حراسة المرمى مندي نزل له كارت جديد هو بحوالي 75,000، فده خطوة اللي جاية بعد صلاح يعني. الفرق بينه وبين الكارت الجولد مش كتير قوي يعني، فمش مش لازم يعني ندفع الفلوس دلوقتي، نخلص باقي المراكز وبعد كده نشوف مندي. عملنا برضه كارت سباستيان هالا اللي في دوري ابطال اوروبا نافخ الدنيا، ونزل له كارت حلو، هو بطيء شوية بس في الفينش جامد جدا. وعملنا الحاج سانجاي نزل له كارت كده كان عايز تشكيله 82 او 83 حاجه بسيطه كده فعملناها. بس دي الحاجات اللي عملناها في هي حاجات كتير شويه بس مش بفلوس كتير عشان احنا ما لعبناش الفتره اللي فاتت، ممكن نكون لعبنا اخر اسبوع بس. هنلعب دلوقتي التصفيات ونشوف كده الدنيا هتعمل ايه، وممكن على الفوت اللي جاي نلعب بصلاح بقى ونظبط الدنيا كده وننزل الحبشتكنات. يلا بينا نبدا اول ماتش. حط يا فوفان، الله حلوه 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 يا فوفانه. يلا يا محرز حط يا بن رحمه، يا راجل حرام عليك. لا 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 حرام والله والله حرام. لا 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 لا, لا. مش انت دي تاني غلطه. ما ينفعش ما ينفعش. حلوة يا أوبا، حلوة يا أوبا يا لعيب. هو ده هو ده أوبا. يلا يا أوبا يلا يا أوبا، جون التالت بس خلصت يا معلم. شكرا يا سيدي، النقطة المضيئة الوحيدة دلوقتي الدفاع متماسك سيكا، خط النص جامد قدام، جبنا ماني وعملنا محرز وشوية ونجيب صلاح، فالفريق في جينولا يعني جينولا ده هينفخني، عمري ما لعبت قصاد جينولا ده وما طلعش عيني يعني ربنا يستر عشان ايه الماتش ده مش حاسس ان احنا هنتغفل فيه. ايه ده مندي كمان، الله وبنزيما، دي حاجة حلوة أوي، دي حاجة حلوة أوي. حط يا أوبا حط يا أوبا، جون بيعرف يدافع بس يعني أوبا برضه موجود. خرجنا متقدمين في شوط، هو بصراحة كان مقفل علينا كويس وبيعرف يهاجم، وعنده جينولا وعنده سانشيز وعنده ميسي وعنده ناس كتير قوي يعني، ان احنا متقدمين اصلا عليه دي حاجه حلوه. محتاجين بقى نحافظ ونحاول نسد عليه الثغرات اللي هو بيلعب عليها دي، عمال يسحب لنا في الكوره ويلف.
ضرب جزاء صح؟ صح؟ قول دي ضرب جزاء؟ ايه القرف ده؟ ماشي يا حبيبي شكرا. الحق يرجع لاصحابه يعني، ربنا ما بيرضاش بالظلم. طب يا اسطى اديني فرصه باص يا اسطى. لا 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 مش دي مش الباصه دي اللي انا عايزها. حلوه يا مندي يا لعيب. يا عم تشونك طب انا رحت عيب بقى. But the finishing has been really poor, and that has to change at some point. This could level it, and it is. Stuff for the last minute. 10 minutes to go then. Well, good vision. Hot this, hot. I set it up. And Messi in full control of the ball here. إيه يا اسطى؟ هو جاب جونين كده اللي أنا قلت عليهم والدقيقة 84. حط ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ ايه ده؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. الفرق كلها بقت في حته مختلفه خالص، واحنا لسه يعني يا دوب بنبني فريق يلعب. ناس عندها نيمار وجورج بيست وزيبيو، وناس عندها جينولا وعندها سانشيز وعندها ناس، يعني حاجة صعبة جدا. يلا يا بنار والله يعني بنيادر طبعا هي خلاص جون دي. برافو يا حبيبي. انا غلطان ان انا سمعت كلام استاذ اسلام كولومبيا وجبت الراجل ده. انا مش هسمع كلامك تاني يا اسلام. خلاص كنت جبت صلاح ولعبت اوباميانج في خط النص يزيد معايا كان احسن. بيستفزني اللعب ده، بيستفزني قوي. هين عليا قصه ده على في ام الشاشه ونخلص كالعاده يعني. جون ملوش لازمه. حط يا رياض. مش هفرح بالجون والله ما هفرح بيه. مش عايز اتعادل اصلا. هيروح يجيب جون زي اللي جوانا بيجيبها المعفنه خلاص وخلصت. يلعب زي الناس يلعب. يا لف يا مبابي لف. ايوه لف. ايوه برافو عليك. حلوه يا اوباميانج. حط بقى يا راجل. يعني اول مره ابقى كسبان ومتضايق قوي. حلوه فوفانا. يا فوفانا. لا امبابي لا. خلص الشوط وهيجيب جون في الاخر. انا بقول لكم هيجيب جون في الاخر. حط يا اوبا. حط جون. الله 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 الله. ضرب جزاء. يا نهار اسود على العبط. الحمد لله. لما كل الفرق كده امال مين اللي بيخسر يا جماعه؟ يا رب. ازاي يا فينيسيوس طيب؟ ازاي يا جدع؟ والله العظيم مالكش حق. ازاي يا مندي؟ حط جون يا حبيبي. يا اسطى حرام عليك بجد. حط يا اوباميانج بقى. ماني.
فاول طيب فاول مش فاول يا اخي يا اخي يا اخي يلا يلا يا مين حط بقى حط جون حلوه عملت له 1 2 يلا ارجع تاني اي الله 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 على الجون الله يا لعيب جون لعيب جدا برافو عليك برافو عليك برافو يلا يلا يا بابا برافو عليك فاجسي باص لمبابي باص لمبابي اجي 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 يا حبيبي اجي لعيب يلا مش ممكن لعيب عظيم رب اي حد عنده مبابي يعمل له كويك سيلف بالغلط Forecasters promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. My name is Derek Ray, excited to be bringing you match commentary, and alongside me, my broadcasting partner, Stuart Robson. And what we have coming up for you is dramatic final day action in the playoffs. بوليسيتش ده بيقولوا كوبا ربنا يستر من كوابيكو ايه ده ايه ده ايه ده مش هتكلم مش هتكلم والله عشان كده غلط ضرب الجزاء ضرب الجزاء وخلص صدها يعني عمري ما حصل لي السيناريو ده في حياتي هبقى محتاج ماتش من 3 ماتشات واخسر الماتشين واخر ماتش يطرد مني لاعب وفي الاخر وابقى خسران 2-0 واعمل ريمونتادا واكسب ماتش صعب يلا بس الحمد لله اهم حاجه ان احنا اتاهلنا هنشوف بقى الجوائز بتقول ايه لأن والله الواحد ملوش نفس اديني شاشات حتى اديني اي حاجه اوه ايه ده لاعب من حد مين مين ايه ده بيه ده حلو ولا وحش ولا ايه ايه ده ده بكام ده ولا ما 13000 مش عايزه يا سيدي انا غلطان تيليمنتس 84 والحمد لله خلصنا الحمد لله وتأهلنا وشفتوا اللي حصل سيناريو صعب 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 وبعتذر بقى عن العصبية والكلام ده بس انتوا كنتوا شايفين الدنيا عاملة ازاي والحمد لله تأهلنا في الاخر بمنتدى فظيعة انا مكنتش مصدق ان انا هعملها اصلا وشوفنا الجوائز حاجات تعبانة يعني جالنا بس جالنا لاعب من الحدث ودي حاجة حلوة نشوفكم في الحلقة الجاية بقى نلعب ساعتها الفوت ونشوف يعني المفروض الجوائز تبقى احسن شوية وان شاء الله نكون جبنا صلاح والفريق يكون احسن ونقدر نبطل صياح شويه فاشوفكم الحلقه الجايه